في عناوين هذه النشرة: يوم الحشر في نفق سليم سلام. صرنا ساعة ونص من خلدي لهون. بكل الدول المتحضرة بيشتغلوا بالليل إلا عنا بالنهار. وعباس يسبك بين الموت والحياة. وأنا بدي حمل المسؤولية لكل من كان مسؤول عن تطليع النتائج بالليل. طرد السوريين بلطجة أم تطبيق للقانون؟ اليوم ببداية الموسم نحن منكثف الشغل، وطبعاً الهدف هو نجاح الموسم السياحي وليس العكس. كوميندوس أمريكي يخطف أباً وابنه من الأشرفية. اثنان مواطنين لبنانيين تم تسليمهم لدولة أجنبية. غزة تحرق غلافها بالبالونات. شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يسكت عن هذا الحصار الظالم. قمة العشرين قمة الإشارات بين الرؤساء. وفي فن الخبر: بغداد تكرم مبدعين عرب. وفي ترينز: زوج الرئيسة بين زوجات الرؤساء. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل.